الفرق بين ثم وثم. ثم بضم الثاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يفيد الترتيب والتراخي في الزمن، كما قال تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أما ثم بفتح الثاء فهي اسم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية بمعنى هناك. قال تعالى: مطاع ثم أمين، أي مطاع أمين هناك.